أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لماذا سميت سورة التغابن بهذا الاسم وهل النور اسم لله تعالى؟ لأنه جاء فيها يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن، سميت السورة بهذا الاسم لوجود هذه الكلمة فيها، لوجود هذه الكلمة فيها. مش بعد السؤال؟ يقول أحسن إليكم: وهل النور من أسماء الله؟ نعم، من أسمائه النور ومن صفاته النور. نعم.